السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل الإخوان والأخوات المغاربة أينما كنتم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. الإخوان اللي التحقوا بالفيديو، نتمنى أنكم ديروا لايك وتبارتاجيو الفيديو، الله يجازيكم بخير لأننا نتعرض لحملة شرسة ديال السينيال. فالموضوع ديالنا اليوم غنتكلموا على الشيخة التراكس. صراحة هذا الموضوع أنا استفزني كما استفز بزاف ديال الناس واللي هما علماء ديال الدين وخرجوا مساكن كشاكشهم خارجة، صراحة بقى فيهم الحال. وأنا أيضا بغيت نعطي الرأي ديالي على هذا الموضوع لأنه موضوع مستفز من سيدة اللي هي شيخة وكتطفل على الدين، يعني بعيدة كل البعد على الدين. ممكن أنها تمشي تدير شي مواضيع تطرق لشي مواضيع، لكن الدين ديالنا تطفلي عليه وانتي ما فاهمه حتى شي حاجه وتجاحدي وتخاطري مع الناس حتى لهادي هنا وستوب. صراحه انا عييت ما نسكت اخوتي وما قدرتش نصبر، كنشوف التبهديل بعينيه، كنشوفو الدين ديالنا كتلعب به شيخه الكره وكتحلل كي بغات وتحرم كي بغات وناهيك على المغالطات اللي كتعطي للناس اللي ما فاهمينش وما عارفينش وهي كتعلمهم الغلط. غنخليكم تشوفوا هاد لا فيديو هذا والتجاحيد ديالها وغادي نرجع باش نكمل معكم الموضوع ديالنا. شيخ الاسلام، شيخ الاسلام، شيخ الاسلام بن تيميه. نعم بن تيميه. بن اش؟ بن تيميه. لا بن تميمية. لا تيمية. لا بنو التميمية ماشي تيمية. لا تيمية بعد الزهرة. انت خاطرة. لا واثقة من نفسيها مش واخد بالها. لا ما كاينش والله اعلم اختي انا ما عرفتش. لا لا بنو تميمية. شوفي يا ولكن اشنو؟ بنو تيمية. لا بنو تميمية ماشي تيمية، ما عمرني انا سمعتها التيمية. معروف زعما هذا ماشي كانوا راه عندهم ولا كيعرضوا بزاف على الرجل كان عندهم بزاف فتاوى ومؤخرا ردوا كاع كفروا، عرفتي هذا الموضوع اللي جديده كاع شي عالم كي هادشي كلشي اللي قلتي لي كله قريته. وبنو تميميه ماشي بنو تيميه. لا هذا ماشي بنو تيميه، بنو تيميه والله انا اختي ثاني ما عرفتش انا عندي بنو تيميه. تمشيو دخلتي دابا خمسه ياك عارفه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، تجابي هو التصنطيح، حتى شي واحد ما يسبقك فيك، وكانت الجائزه كتعطى كنتي غتجي انت هي الاولى. اش فيها كاع لا قلتي السيده بصح ايوا اختي سمحي لي والله ما كنتش عارفه مزيان منين قلتي لي هاد يعني هاد النصيحه هادي والتصحيح هذا اللي عطيتيني يعني مزيان وديروها ضحك ولعب. السيده كتجاب وكتحط وقالت لك نتخاطروا كاع نتخاطروا، المشكله انها كتجاب وكتقول السيده نتخاطروا. اش هاد المستوى واش هاد الحاله اللي درتي في الدين الاسلامي اللي هو مبرري منك ومن من اشباه ديالك؟ اش بينك وبين الاحاديث والموعظه الحسنه؟ اش كتفهمي في هاد الشيء؟ راه واخا تعياي ما تفهمي وتحسبي راسك واعره وعالمه وفاهمه اكيد غتغلطي في شي حاجه لانه ماشي التخصص ديالك، انت متخصصه في الشطيح والرديح والتحيار والقعده. اش جابك اختي لهذا الشيء؟ هذا الشيء راه كبير عليك، بغيتي ديري فيها واعره وسيري اختي وديري مواضيع ثقافيه، ديري اختي امثله ديال ناس الزمان وبعدي من الاحاديث النبويه. وانتي القناه مسميها الشيخه تراكس وكتهضري فيها على الدين والانبياء، والله الا حشومه عليك قسما بالله الا حشومه عليك وعيب عليك. مالكم يا اختي شداتكم الجهله في هذا رمضان وكتلاحوا الحوايج اللي كبار عليكم؟ راه والله الا فلتوك اهل الدين والعلماء، لانه الواحد كيموت على دينه وعلى ولاده وعلى بلاده. اختي التوبه مزيانه، سيري الله يهديك وندعيو معاك حنا كاع ماشي مشكل، وماشي غير تسالي كورونا ويطلقوا العراسات وتقلبيها مشطه وقدم وعروقات كتساكف وانا غادي نعرفك راكي ماشي هذيك، راه هذيك تسمى الوقاحه
كتسمى الوقاحة أنك تطفلتي على الدين وانتي ما كتفهمي فيه والو، ما قارية قرآن، ما عارفة السيرة النبوية ديال الرسول عليه الصلاة والسلام، وتكوني عارفة الإسلام من البداية ديالو إلى يومنا هذا. شيخة جا رمضان ودارت برنامج ديال الدين وبدات كتغلط في الناس، وهذا الأمر خطير الإخوان. فين قريتي الكسولة؟ وزيدها واثقة من راسها وكتعوج فمها وصابغة وجهها على اللي كيتكلم في الدين وفي الأحاديث النبوية والأسئلة الإسلامية والدينية كيصبغ وجهه بديك الطريقة ومعرية صدرك، ولا زلتي تثيرين الفتنة بين الناس ومخيبة ظن الناس اللي قالوا عليك. صافي تبتي إلى الله، على الأقل منين غتعطي أسئلة دينية وخمت طفلة عليها وما فهماش فيها من اللي في منظر وطا، غير قلتي متبتة ومرزنة وتقلي شوية وانتي الفيس اللي فيك عمرو يزول. راه كيقولوها الناس القدام، خوتي كيقولوها الناس القدام، عمر الشيخة ما تنسى هزت الكتف. منين كتجلسي وانتي تقادي في الزيف، منين تجلس اخوتي وهي تقاد في الزيف، حارت مسكينة ما عرفت تبين شعرها ولا تغطيه ولا تخرج القصة ولا تدخلها، وزيادة على ذلك قاعدة وتكرز في يديها وتزير على سنانها وتعض في كنانفها، هاي تنهج وتضحك وتشخر بحال خميسة الله يرحمها. مازال ديك السيدة كان عندها دور في الفيلم، أما هذه الطريقة ديالها فعلا مستفزة لأهل الدين واللي ما قدروش يصبروا على هاد المهزلة. كل شي كيغوت، طانسيوني طانسيوني تراكس، هاد الشي اللي كديري فيه راه عنده بعد خطير من ناحية الشرعية، عنده بعد خطير جدا من ناحية الشرعية، وأهل الدين الجامع فكك معاهم، الجامع فكك معاهم مع الشكايات ديالهم، لأنه انتي متطفلة على أشياء وكاسك تجاحدي مع الناس. مازال نقولوا أنك غلطتي في شي حاجة وغلطتي في شي جواب، فممكن تعتذري وتقولي تا انا ما فاهماش وجيت نفهم معاكم نفهمكم وفهموني، ولا غلطت في شي حاجه صحوا عليا. يعني ممكن الناس يتقبلوا منك هاد الاشياء، اما انت كتعطي الخبر وتقولي هادشي اللي كاين، الجواب هذا هو اللي كاين منه ما تخلقوا، منه طارت معزه طارت معزه، هذا هو الجواب الصحيح، هذا راه مصيبك حلو جام فكك مع اهل الدين. راه الحباسات كيعمروا على قل من هي حاجه، كيف ما قال الشيخ حمزة الخالدي الله يذكره بخير، شوفي غير نعيمة البدوية قالت كورونا ما كايناش ومشات غبرات في الحبس، وزيد عليهم داك خينا اللي صور الفيديو مع صحابه قبل رمضان على أساس تصور في رمضان أنهم كياكلوا رمضان قدام الناس بالمقابل ديال 50 درهم، راه مشا غبروه بعام ديال الحبس غير بالضحك واللعب، زربوا عليه زربة ديال الغديد. وسير يا اختي بعدي من هاد المواضيع اللي قدروا يخرجوا عليك ويتقعدوا ليك اهل الدين يصيفطوك تربي، حيت راه كلامك كله مغالطات، والمشكله ماشي الا غلطتي في شي حاجه كتقولي سمحوا لي ما كنتش فاهمه، وحتى هي تاخذ النصيحه وتفهم لي انها براسها ما فاهماش وكتنشر الاغلاط وكتخاطر مع الناس المتصلين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ما هذا الانحطاط اخواني اخواتي، ما هذا الانحطاط، لا حول ولا قوه الا بالله. اخواني اخواتي حتى لهنا وغادي نحبسوا لا فيديو ديالنا، ما تنسوناش من اللايكات ديالكم والبارطاج ودعم القناه اخواني اخواتي بالاشتراك. كانت معكم اختكم فوق شويه، نتلاقاو في فيديو اخر في نفس القناه، والسلام عليكم.